السلام عليكم شباب، هذا كرت 1060 6 جيجا في رام بتاعه، مثل ما انكم شايفين الاختبار حاليا. حاليا اللي يفكروا انه يسووا يلعبوا ببجي ستيم، هذول الاعدادات الحاطة انا. بس اول واحد هذا الكارت اللي مفعل انا، الباقي شيء فيري لو. طبعا هذا الكرت 4 سنين قديم، ولحد الان ما غيرت له معجون الحرارة. خرب، ايش ضرب اللاعب؟ بعض اللعبة مرات خرب خرب. بالنسبة لهيك كارت يعني بس اذا بغير له معجون الحرارة بصير افضل اتوقع. حرارة طبعا، لانه كل ما صارت الحرارة اعلى كل ما قلت. وكل ما قلت الحرارة كل ما صار اداء الكارت افضل شوي. هذا اللاعب يقول لي انا كرتي ضعيف، كرتي ضعيف. طيب هذا هون تعال شوف، هذا كرت ضعيف 1060. ايش هذا والله العظيم. اذا بغيروا معجون الحرارة والله العظيم يا ببجي، يعني انا بنزل هون ليش عم تنزلهم وراي؟ ايش نظام اللعب الخرا هاي؟ يا زلمة لسه عم جايين غدر من ورا طيزي. بس انا اللاعب يلعب اللعبة. وين الزربة؟ ايش رايكم والله؟ هاي حرارة الكرت 80 واستخدامه تقريبا 95 هيك شيء، 99 100 لا ما في 100. المهم يعني اذا تنقص حرارتي شوي، يعني انا التبريد عندي بالكيس شوي سيء، والمعجون الحراري صار له يمكن 4 سنين وشوي مش مغيره، فاتوقع اذا غيرته وشوي التبريد منيح يعني الكرت يقدم لك فريمات جدا حلوة.
على الأداء. حتى يعني الأداء وليك سكوب وهالشغلات سلاسي باللعبة يعني اللعبة سلسة فينا نقول. بس هذول الشيتري جرنيد والله العظيم عارف عارف الجرنيد اثنين حصروني معي بس عم يتفرجوا اصحابي. يعني اذا بتعلي المراوح التبريد اذا مراوح التبريد تعليها عشان التهوية تكون افضل ممكن انك تسيطر على الحرارة بتاع الكارت تحت ال سبعين. كيف راح يقتلوا وما احلم يكون خاتمي بعد ما اندمجت وسويت دمه نص نص. والله العظيم كمبرة وخرا زي ما هو اللي لعبهم بيقرفوا هم على كلهم على بعضهم خرا وبيقرفوا. شفتك يا خرا والله العظيم. يعني بس انا بدي افهم يا بوبجيك صار كم مره نزلت ان الخرا وراي بس بدي اعرف كم مره كل ما بشي زلمه بلاقي واحد وراي. لا زال جاري هذا شلون شايفني هذا اللي على يميني عم يطلع علي صاحبي؟ ما اعرف مرات بيكون واقف ورا بعض العدو الصاحبي. ايه زكي زكي علي على على طيزة عم يسمع عليك زكي. اوه ابلع مات. اوه شو جبتوا يا زلمه والله العظيم اسطوره. ابلع ابلع والله العظيم فكرت ما تقسم بالله السلاح عندي حتى
ادري يعني حراره 81 ما تطلع انا ممكن شايفين الجواب هذا على 1060 شوف ايش سويت باللواعيب اللي عند ابو شرف شرفهم الحراره 81 بس مثل ما قلت لكم المعجون الحراري صار له اكثر من 4 سنين اتوقع برضه كمان 50 ما غيرته لانه وقت اشتريت الكرت على هو خليته مثل ما هو لا فكيت ولا غيرت ولا شيء فالمعجون الحراري صار فيه جدا سيء فلازم هذا اذا غيرته راح ينقص شو ما كان 5 درجات يعني وصل ل 75 وشويه تبريد يعني قوي المراوح شوي بتاع الكيسه مش بتاع الكرت نفسه واذا حبيت يعني ما عندك مثال ذكرت وتقوي المراوح من خلال البرنامج ام اس اي افتر برنر برضه بيصير بس اتوقع يعني تغيير المعجون الحراره وتقويه المراوح الكيس نفسها راح تخلي لك الحراره بالسبعينات فجدا ممتاز فهذا هو الكارت مثل ما كنتم شايفين اداؤه حلو وبرضه يعني يصلح الواحد يلعب فيه ببجي ستيم يعني اكيد انا يعني جدا ثقيله يعني ابدا اللعبه مش خفيفه والله مثل باقي الالعاب سيز جو وما بعرف ايش ومثل ما قلت لكم الاعدادات انا هاي اللي حاطه 1680 يعني تصير هاي تحت ال تصير تحت ال 1920 بشوي مثل ما كنتم شايفين ايش هاي 1700 ايش ما بعرف المهم وانا حاطه انليمتد عشان يعطيني اكثر فريمات ممكن ويمديك والله مثلا تثبته مثلا على حسب شاشتك اذا شاشتك 144 فتخليها ديسبلاي بيست عشان يعني يخلي لك اياها على مناسبه للفريمات بتاع شاشتك عشان الحراره ما تطلع اكثر مثلا من 75 لانه كل ما الكرت عطى فريمات اكثر فكل ما زادت معاه الحراره والاداء يعني انا حاط بس هاي ممكن انك تخلي برضو التكستشر برضو ميديوم لكن البقية انا نزلت فيديوهات شرح انه نخليهم متمهم لما ما راح يفيدوك بشي الشاربرن انا مفعلها مثل ما انتم شايفين هذول هم الاعدادات اتوقع ان اذا تحطه على 1080 هواي اتوقع راح يعطيك راح ينقص لك 10 15 فريم اقل من ما كنتوا شايفينه اثناء اللعب يعني 120 فريم 130 140 تجيبه ايزي مع هالاعدادات الكارت هاد فأتمنى أنكم استفدتوا يا شباب. السلام عليكم.